الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت إيرادات العراق النفطية بنسبة أكثر من 5.5% في شهر تشرين الأول الماضي. ووفقا لبيانات وزارة النفط، أن صادرات العراق النفطية باستثناء التدفقات من كردستان العراق ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس شهري في شهر تشرين الأول الماضي، لتصل إلى 104,831,000 برميل. وارتفعت مجموع الإيرادات النفطية لشهر تشرين الأول بنسبة 5.35% لتصل إلى 9,258,000,000 دولار على أساس شهري، مقارنة بشهر أيلول التي بلغت فيه الإيرادات 8,773,000,000 دولار. وأكد خبراء في النفط أن التخفيض المتوقع لإنتاج أعضاء أوبك خلال يوم الأربعاء لن يؤثر على صادرات العراق النفطية، مبينين أن إنتاج العراق كاف لتغطية ما تحتاجه المصافي وإلى تصدير المتبقي منه. أعلن مستشار وزير الطاقة الإيراني للشؤون الدولية محمد علي أن العراق بدأ يشتري الطاقة الكهربائية في فصل الخريف بعد أن كان يمتنع عن ذلك. وأوضح نائب الوزير أنه تم إنشاء قدرة لتبادل الكهرباء بين إيران والعراق وأفغانستان وباكستان، فيما تصل كمية الكهرباء التي يمكن عبورها إلى 1800 ميجاوات، مشيرا إلى أن مستوى تصدير الكهرباء الإيراني إلى العراق وصل في فترات معينة إلى 1540 ميجاوات. هذا ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية، ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل درجات الحرارة أحيانا إلى 50 درجة مئوية. وجه البنك المركزي بحج الأموال المنقولة وغير المنقولة لزوجات وأبناء المتهمين بسرقة أموال الضرائب والتي أطلق عليها بسرقة القرن. وبتاريخ 26 من شهر تشرين الأول الماضي، كشفت وثائق للبنك المركزي العراقي عن صدور أحكام قضائية بحج الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين في الهيئة العامة للضرائب وأصحاب شركات مقاولات متورطين فيما بات يعرف بسرقة القرن. يشار إلى أن شهر تشرين الأول الماضي شهد الكشف عن عملية اختلاس ضخمة لأموال الأمانات في الهيئة العامة للضريبة. ووفقا لهيئة النزاهة، فإن القضية ما زالت قيد التحقيق للتوصل إلى جميع المتورطين بها. أعلن وزير الهجرة الكندي شون فريزر أن كندا ستعزز أهدافها المتعلقة بالهجرة، معربا عن أمله باستقبال أعداد قياسية من المغافدين الجدد لمعالجة مشكلة نقص العمالة في البلاد. وقال فريزر إنه بحلول عام 2025 سيكون الهدف أكثر من 60% من إجمالي المقبولين من المهاجرين لأسباب اقتصادية، مضيفا أن كندا تهدف أيضا إلى لم شمل المزيد من العائلات بشكل أسرع، ولكنها تستقبل عددا أقل من اللاجئين. هذا وتتجه شريحة كبيرة من السكان في كندا إلى سن التقاعد، فوفقا لإحصاءات سكانية صدرت مؤخرا يتراوح سن كل شخص من أصل 7 في كندا بين 55 و64 عاما. أعلنت منطقة صناعية صينية تضم مصنع لهواتف آيفون تابعة لشركة فوكس كون عن إغلاق جديد لمكافحة كورونا، ما أثار تساؤلات حيال تأثير ذلك على جهود الشركة الموردة لأبل لتهدئة الاستياء العام في المصنع. وقالت المنطقة الاقتصادية لمنطقة تشينغشو في وسط الصين إنها ستفرض مجددا إجراءات بأثر فوري، بما يشمل منع كل السكان من الخروج، ولن تسمح إلا للمركبات المصرح لها بالتحرك على الطرق، وستبقى تلك القيود مفروضة حتى 9 من الشهر الجاري. وفوكس فون هي أكبر شركة مصنعة لهواتف آيفون، إذ تنتج 70% من الشحنات العالمية، وينتج أغلبها من مصنع تشانغشو الذي يعمل به نحو 200,000 موظف وعامل. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختم موجز إلى اللقاء.